شاهدوا يا إخواني، شاهدوا يا إخواني، هذا خصو يمشي للأخيرة وقيلة. مالك دابا؟ مالك سد دابز معايا يا إخواني، شاهدوا خصو شي بحال ها. يلا رجع الله، زيد رجع الله، يلا زيد، تخلعني يلا، وجه راسك يلا، وصور لي الكاميرا. واحد، جوج، ربي يحميك، ربي يحميك، ربي يحميك اخواني على هذا المباشر هذا. الله يجازيكم بخير، هذه راه فيها معنى وكلام. ملي تشري العيد، ملي تشري يعني الكبش ديال عيد الاضحى، نطلب الله تعالى يتقبل منا ويوصلنا لهذا النسك هذا. يا اخي الكريم، ملي تشري الحولي رد البال، الحولي دابا يقتل لك ولدك، عندك كتوقع هذه الكارثه يا اخوان، والله العظيم راه فيها استفاده هذه. وشوفوا يا اخواني، ردوا البال وليداتكم، ملي تشري الحولي يا اخي يعني قيدو مزيان ورد البال ولدك، والدري صغار ما كيعرفوش، ردوا البال كذلك من الحولي يعني ناقص من السطاح، ولكن بزاف ديال العقبات. الله يجزيكم بخير، حنا دقينا يعني ناقوس الخطر قبل ما يوقع لنا الخطر. واحييكم وتحياتي، وطلب الله تعالى يعني وصلنا لعيد الاضحى، تقبل الله منا ومنكم. وشريوا الحولي يكون يا اخواني، شريوا الحولي يا اخواني يكون وافي، ويكون يعني كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي في سواد وياكل في سواد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.